حياكم الله، أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد نرصد فيه أبرز ما كتب في الصحف العربية والدولية بعد أهم العناوين. نبدأ من المدى. اتفاق سابق بين بغداد وأربيل يحرك موازنة 2021 المتأخرة. وول ستريت جورنال، مسؤولون أمريكيون تخفيض موظفي سفارة واشنطن تزامنا مع ذكرى اغتيال سليماني والمهندس. في موقع إلترا عراق، مشاورات بين العامري والمالكي وزعيم العصائب. وفي عربي 21، 81 مليار دولار مصروفات العراق على الكهرباء خلال 15 عاما. أما في العربي الجديد، أردوغان يدعو أوروبا إلى التخلص من العمل الاستراتيجي شرق المتوسط. في نيويورك تايمز، قتل الشاب الفلسطيني إياد الحلاق كشف عن عنف المتصل لدى الشرطة الإسرائيلية. وفي القدس العربي، الشرطة الإسرائيلية تطلق النار على فلسطيني شمال القدس. خرج العراقيون مطالبين بالتغيير وأسهبوا بشرح معناه ومرماه، فهو تغيير وتغيير بما تحمل الكلمة من معنى، وليس تزويقا لوجه بان قبحه ولا ترتيقا لأسماء النظام التي لم يبق منها ما يستر عورة الاحتلال. وما جاء الرد به، هذا ما جاء به من قبح وسوء حكومة أكثرت من الأقوال وشحت بالأفعال، فأعلنت أنها مع الثوار ومطالب الشعب، وأفرطت في الوعود التي لم يكن لتطبيقها وجود، وعلم من لا يعلم من العراقيين أنها كسابقاتها من تشكيلات الاحتلال، بل إنها تحمل ما حمل من اختلال أدهى وأمر. فمع استمرار بقمع الأحرار في الساحات، صارت تطاردهم وتتربص بهم في بيوتهم الآمنة وأماكن عملهم، فضلا عن إغلاقها ساحات تظاهراتهم التي يعبرون فيها عن مشاعرهم الوطنية ومطالبهم الشرعية. جاء ذلك في مقال نشرته صحيفة الميثاق الوطني العراقي للكاتب مكي نزال. حكومة الكاظمي التي بشر بها الأجانب قبل المحليين من المتسلطين على رقاب العراق تنفذ صفحة أخرى من صفحات القمع، وهي صفحة التجويع وبيع أملاك الدولة وترسيخ سطوة الميليشيات وسيطرتها على مقدرات الشعب والوطن، ولم تتوقف عن سفك الدماء وزج الشباب في السجون. أما الحرب المزعومة على الفساد فلا تعدو كونها مهزلة محزنة، فلقد تفاقم الفساد واستفحل إلى الحد الذي صار فيه يبتلع كل موارد العراق وأرزاق العراقيين دون ما خوف، لأن المفسدين اطمأنوا إلى أن محاكم النزاهة ستستدعيهم وتحاكمهم لدقائق ثم تغرمهم بضعة دولارات، وإن تشددت تحكم عليهم بالحبس لمدة سنة مع وقف التنفيذ. نعم، لقد اطمأن المفسدون وارتاحوا، وهم الآن يعملون بأقصى ما لديهم من طاقة لنهب ما تبقى من موارد وطن ذبيح. هكذا سجلت الحكومة الأخيرة العراق في سجل الوفيات وأعلنت إفلاسه بعد أن أعدمت القليل الذي تبقى خلال حكم سابقاتها من صناعة وزراعة وبنى تحتية وأمان، كما أعلنت عجزه عن السيطرة على شوارعه وساحاته وحدوده ونفطه وقراراته وعلاقاته الخارجية وحركته الداخلية. حكومة وعدت بتوفير الوظائف وبدلاً عن ذلك شلت التوظيف ومعه القطاع الخاص الذي كان يمكن أن يكون إحدى الحلول للكارثة الخطيرة التي تحل باقتصاد بلد كان يفترض به أن يكون الأغنى في العالم بما يمتلك من خيرات تحت أرضه وفوق سمائه المعطاء. هنالك ميثاق وطني كتب ليكون إطارا ومنصة للعمل الوطني الجادي والحثيث لإيجاد حلول ناجعة لمعضلات رسخ الاحتلال وحكوماته المتعاقبة. هناك ثوار يعملون سرا وجهرا على توحيد صفوف العراقيين تحت راية واحدة ليبنوا وطنهم ويحسنوا معيشتهم ويعززوا حريتهم.
يمكن القول إن إطار الثقافة العراقية أنشأ له سوقاً رمزية طبقاً لصورته ومتطلباته، تحتوي على بضائع معينة وهذه البضائع يحددها المذهب والعشيرة. فمن هنا لو روج لحرية التفكير وحرية التعبير فستغدو مشكلة اجتماعية عويصة، ذلك أن الحرية في عرفنا الثقافي عموماً رديفاً للتحلل والإباحية، بحسب رأي الكاتب رعد أطياف في مقاله بموقع إلترا عراق. إن الضربات المميتة التي وجهتها السلطة ضد المحتجين ترجمت هذا الخوف من الحرية بشكل دقيق، ذلك أن الأجيال الجديدة حاولت الاستثمار الاجتماعي والسياسي خارج إطار القواعد التنظيمية للثقافة المهيمنة، فانتفضت العادات لنفسها، فالجوع والفقر والخوف ونهب الثروة وضعف مؤسسات الدولة والتفاوتات الطبقية الحادة والتقسيمات الطائفية وسير الأمور نحو المجهول، كل هذا يمكن الصبر عليه والإذعان له والتصديق بالوعود إن كانت هناك وعود، إلا منظومة القيم العشائرية والمذهبية فهي تشكل وجودنا الأصيل وما عداها زائف. فالبضاعة الرمزية التي عرضها هذا الجيل في السوق الرمزية لم تعجب الكثير، وبالطبع رافقت هذه الحركة الاحتجاجية الكثير من التلكؤات، ولا أحد يمكنه وضعها في خانة التقديس. فنقد الحركة من الداخل ضروري للغاية رغم قلة خبرة الشباب وعزوفهم عن الإصغاء للملاحظات النقدية، وكما يبدو أن الذاكرة تفعل فعلها. أما التبريرات التي أطلقتها بعض الفئات فلا يمكن أن نأخذه بجدية باعتباره نقداً تقويمياً بقدر ما هو خطاب عقائدي يشعر بالخوف من الحرية. وأضاف الكاتب: يحتاج الجيل الجديد إلى رأس مال اجتماعي من القيم والخبرات والأخلاقيات واستثمار اجتماعي يوظفونه كفاعلين اجتماعيين لكي يخلق الروابط والاعتياد على الممارسة. إنهم بحاجة إلى شبكة علاقات اجتماعية وأسمال اجتماعي وعلاقات ومعارف وصداقات والتزامات لكي يسهموا في عملية البناء الاجتماعي، إذ لا تزال ثقافتنا تبدي ممانعة شديدة تجاه التغيير. خسارة مقتدى الصدر التاريخية أخفقت الأحزاب وميليشياتها في القضاء على ثورة الشباب بعد قتل أكثر من 700 شاب وشابة وخطف عشرات منهم. لم يكشف رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي عن أسماء المتورطين في هذه الجرائم. كان من الطبيعي البحث عن وسائل وأدوات جديدة تنهي مواقع الاعتصام في العاصمة بغداد ومدن الجنوب ولا سيما الناصرية في محافظة ذي قار، بعد إخفاق بعض الأجهزة العسكرية في تحقيق ذلك رغم المجزرة المشهورة التي قادها الفريق جميل الشمري قبل عام. إذن بشأن موقع مقتدى الصدر من الثورة، كتب ماجد السمرائي مقالا في صحيفة العرب اللندنية: قد تخلى الصدر عن فرصة توحيد الطاقات الشعبية بعد أن أصبحت الانتفاضة في مرحلة القدرة على التغيير السياسي، خاصة بعد إسقاط حكومة عادل عبد المهدي عام 2019، فتحول إلى خصم للثوار ووصفهم عبر تغريداته بأنهم صبيان متمردون معتدون على الله وأوليائه، متجاوزا في تلك القسوة غير المبررة جميع المفردات السابقة للميليشيات وأحزابها. تزامن موقف الصدر بحملة إعلامية مدبرة من الأحزاب الشيعية نفذها بعض أجرائها عبر الفضائيات، تطالب بالعودة إلى تكاتف الأطراف الشيعية وإنهاء ما يسمى بثورة أكتوبر وتوجيه اتهامات باطلة إليهم عززتها الاختراقات الكثيرة بين صفوفهم بسبب عفوية الثورة ونقائها ودعوتها الصادقة إلى تخليص الوطن من القتلة والفاسدين. لن تخسر ثورة أكتوبر في مواقف الصدر السلبية، بل هو الخاسر، وتغريداته الأخيرة أكدت بقاءه داخل شروط تقاسم السلطة منذ عام 2005، لكنه يبحث عن حصة أكبر، معتقداً أنه في قتله للمعتصمين وتشويه سمعتهم سيتمكن من مصادرة نتائج ثورتهم لصالحه، وتعزيز مواقعه السياسية وشراكته مع رفاقه في العملية السياسية من أحزاب الفساد والاستبداد، خاصة بعد دعوته الصريحة للوصول إلى رئاسة الحكومة في الانتخابات المبكرة المقبلة.
وأضاف الكاتب: الوقائع الأخيرة بعد إعلان موقفه السلبي من ثورة تشرين تشير إلى التزامه بشروط النظام السياسي القائم على شراكة الفساد والاستبداد وليس خصما له، مثلما قال في مجمل إعلاناته السابقة، فسارع إلى مراجعة دعوته إلى تسلم رئاسة الحكومة المقبلة التي استفزت الأحزاب المنافسة الأخرى عبر طلبه ترميم البيت الشيعي، والدعوة إلى ميثاق شرف عقائدي وسياسي يرفع فيه شعار لا إله إلا الله محمد رسول الله علي ولي الله، في تناقض صريح لفكرة المواطنة والإصلاح الجذري التي رفعتها ثورة تشرين. قال مسؤولون أمريكيون إن الولايات المتحدة قررت مغادرة موظفين من سفارتها في بغداد بدلاً من إغلاقها تماماً. ونقل صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية عن أحد المسؤولين قوله: إن المسؤولين الأمريكيين قرروا عدم الإغلاق التام للسفارة في بغداد، ودعا وزير الخارجية مايك بومبيو كما دعا وزير الخارجية مايك بومبيو من قبل. الانسحاب الجزئي لموظفي السفارة جاء ليتزامن مع الذكرى السنوية الأولى للغارة الجوية الأمريكية التي قتل خلالها الجنرال الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد أبو مهدي المهندس في 3 كانون الماضي بسبب مخاوف من انتقام إيران أو الفصائل المتحالفة معها. وأشار المسؤول الأمريكي إلى أن قرار سحب بعض الموظفين من السفارة اتخذ في وقت سابق هذا الأسبوع خلال اجتماع لجنة تنسيق السياسات بمجلس الأمن القومي، ووفقاً للصحيفة لا يمكن معرفة عدد الموظفين الذين سيتم سحبهم من السفارة، لكنها أشارت إلى أن عدد العاملين هناك يقدر بالآلاف، وأضافت أن متحدثاً باسم الحكومة العراقية ومستشاراً لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لم يردا على طلبات الصحيفة للتعليق على الأمر. وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو هدد في الأشهر الأخيرة بإغلاق سفارة بلاده في بغداد ما لم تضع الحكومة العراقية حداً للهجمات الصاروخية التي يشنها مسلحون شيعة على المصالح الأمريكية في البلاد. وحذر معارضو الخطة من أن سحب جميع الدبلوماسيين الأمريكيين من العراق سيؤدي إلى تخلي الولايات المتحدة عن نفوذها لإيران، وفقاً للصحيفة. ويأتي قرار مغادرة موظفين من سفارة الولايات المتحدة في بغداد بعد أيام قليلة من اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة في 27 من الشهر الماضي في طهران. وقال إرج مسجدي سفير إيران لدى العراق إن قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني زار بغداد نهاية الشهر الماضي والتقى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي. أثار اغتيال عالم الذرة الإيراني محسن فخري زادة في طهران مخاوف جدية في لبنان من احتمال استغلال إسرائيل المدة المتبقية من ولاية إدارة دونالد ترامب للقيام بعملية مشابهة في لبنان يمكن أن تدفع به إلى الهاوية التي يسير إليها منذ أشهر بخطى متسارعة. هذا ما جاء في مقال للكاتبة رندا حيدر في صحيفة العربي الجديد. في هذه المرحلة الرمادية والضبابية التي تمر بها المنطقة وفي ظل حال الانهيار الشامل الذي يشهده لبنان حالياً، هل يمكن أن تقدم إسرائيل في هذه الفترة على عملية أمنية كبيرة في لبنان؟ وهل يمكن أن يكون مثل ذلك مجدياً في حسابات الربح والخسارة؟ المواجهة المزدوجة التي تخوضها إسرائيل ضد المشروع النووي الإيراني وضد الترسانة الصاروخية لحزب الله في لبنان تجري وفق خطة باتت واضحة المعالم وتدور على محورين: عمليات إسرائيلية سرية تجري في الداخل الإيراني مثل تدمير منشأة أجهزة طرد مركزي متطور في نتنز، وهجوم سبراني على مرفأ بندر عباس، وأخيراً عملية الاغتيال للعالم فخري زادة وغيرها. والمحور الثاني ما يسميها الإسرائيليون المعركة بين الحروب التي نفذ سلاح الجو الإسرائيلي في إطارها مئات الهجمات في سوريا لمنع ما يسميه الإسرائيليون التمركز العسكري الإيراني في سوريا وإقامة بنية تحتية عسكرية في هضبة الجولان ضد إسرائيل ومنع انتقال السلاح المتطور من إيران إلى حزب الله. وفي هذه المواجهة
حظيت إسرائيل في السنوات الأربع الماضية بدعم هائل من إدارة الرئيس الأمريكي ترامب، سواء عبر تدخل عسكري مباشر مثل اغتيال قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني مطلع العام في بغداد، أو بتشديد العقوبات الاقتصادية الأمريكية على إيران وسوريا ولبنان. وأضافت الكاتبة: يمكن الاستنتاج من كل ما تقدم أن احتمال إقدام الكيان الصهيوني حالياً على عمل أمني كبير في لبنان ضئيل، فإذا كان هدف هذا الكيان المركزي إضعاف حزب الله داخلياً وتضييق الخناق عليه وعزله، فإن هذا كله يتحقق من دون أن يطلق هذا الكيان رصاصة واحدة ومن دون أن يعرض أمن سكانه لخطر الصواريخ. ولكن هذا لا يعني استبعاد أي احتمال لحدوث تطور أمني غير متوقع يمكن أن يجر المنطقة إلى حرب واسعة النطاق. كان إياد الحلاق البالغ من العمر 31 عاما طالبا معروفا في مدرسته للمصابين بالتوحد في القدس الشرقية، ويعرف الدروس الطويلة التي لقنتها له المدرسة بشأن طريقة التعامل مع الشرطة الصهيونية من طرح السلام عليهم إلى إبراز الهوية الشخصية. فقد حرصت المدرسة على هذه الدروس، ومثل المدرسون والطلاب الأدوار التي كان يشارك فيها أحيانا أفراد من الشرطة في المركز القريب من المدرسة. صحيفة نيويورك تايمز ذكرت أن قتل الشاب الفلسطيني إياد الحلاق كشف عن عنف متأصل لدى الشرطة الصهيونية. في يوم السبت الذي قتل فيه إياد الحلاق لم تنفعه الدروس، فعندما نادى عليه عناصر الشرطة عندما كان يسير في طريق الآلام هرب، وتم حشره في مكان وأطلقت الشرطة عليه النار لشعورها أنه يمثل تهديداً. وكانت عملية إطلاق النار في ذلك اليوم 30 من أيار مايو مثيرة للقلق، كما يقول ديفيد هالبفينجر وآدم راسغون في تقرير لصحيفة نيويورك تايمز، لأن الحلاق لم يكن مسلحاً، ومن عرفوه وصفوه بالشخص الذي لا يمكنه إيذاء أحد. وقال شهود عيان لعملية القتل إن مدرسته صرخت على رجال الشرطة وقالت لهم إنه يعاني من إعاقة، ووصف بنيامين نتنياهو القتل بالمأساة، واعتذر وزير الدفاع بيني جانتس عنها، وحاول ناشطون إحياء حركة حياة الفلسطينيين مهمة على غرار ما حدث للرجل الأسود جورج فلويد الذي قتل في مينيابوليس قبل 5 أيام من إطلاق النار على الحلاق، ولم يتم التحقيق في معظم شكاوى العنف التي تمارسها الشرطة. إن مشكلة وحشية الشرطة الإسرائيلية لن تذهب، ومنذ السبعينات من القرن الماضي فشلت محاولات الحد من عنف ضباط الشرطة ومحاسبتهم، وكانت النتيجة هي نظام يبرئ الضباط من كل التصرفات إلا المفرطة والتي كانت محل شجب واسع، وحتى هذه في بعض الأحيان، ولم يتم التحقيق في معظم شكاوى العنف التي تمارسها الشرطة، 86% حسب الإحصائيات المتوفرة من وزارة العدل. ولا يهتم الفلسطينيون بتقديم شكوى لشكهم في توفير النظام العدالة لهم، ويقول محامون عن الضحايا إن وحدة الممارسات في الشرطة تصدق كلام الضباط مع شكهم به، وفي أحيان تتجاهل الشكوى ولا تقابل المتهمة أو تجمع الأدلة المطلوبة من لقطات أو صور. ويقول خليل ظهر المحامي في القدس الشرقية للجنة العامة لضحايا التعذيب في الكيان الصهيوني: إنهم يعملون أقل ما يمكن. تستعد دار سوتبيز للمزادات لعرض زوج من الأحذية الرياضية غير مخصص للاستخدام الفعلي، فهو من تصميم شركة أديداس للبيع في مزاد رقمي مقابل $1,000,000. فقد كشفت دار سوتبيز للمزادات أن زوجا فريدا من الأحذية الرياضية صممته شركة أديداس للتجهيزات الرياضية وصانع الخزف الألماني ميسن قد يصبح أول حذاء من نوعه يباع بسعر $1,000,000 في مزاد من تنظيمها. وكان دور المزادات قد بدأت في السنوات الأخيرة تولي اهتماما ببيع الأحذية الرياضية لهواة الجمع،
لكنها لم تعرض حتى الآن سوى نماذج من مجموعات، ولو أن بعضها مجموعات محدودة. وقد استوحى تصميم هذا الحذاء استوحي من أحذية زيدكس 8000 التي طرحتها شركة أديداس للبيع، والتي لقيت إقبالا شعبيا كبيرا. وتولى حرفيون من ميسن تلوين هذا الحذاء، ثم لصقوا بعد ذلك على فردتيه قطعا خزفية مزينة. نبقى مشاهدينا الكرام مع مجموعة مختارة من الرسوم الكاريكاتيرية. وبهذا ينتهي مشاهدينا الكرام صدى الأقلام لهذا اليوم. غدا بإذن الله تعالى صدى أقلام جديد من الرافدين في رعاية الله.